قبل ما نحكي عن السياحة المدرسية يجب التعريف بأهمية فلسطين التاريخية والحضارية لطلابنا الأعزاء ولمدرسينا حتى تكون لدينا حصيلة من المعلومات تمكن هؤلاء الناس أو تمكن هؤلاء المعلمين أن يقدموا للطلاب معلومات عن فلسطين وأهميتها التاريخية. الذهاب إلى المواقع التاريخية والمواقع السياحية أو السياحة التاريخية هي مسؤولية وأهمية، يعني لا نذهب لأجل الذهاب لنقول إنه هذا موقع. يجب أن نشرح لطلابنا ما أهمية هذه المواقع ولماذا نشأت وكيف قامت ومن تعاقب عليها حتى تكون هناك فائدة. أما أن نذهب لمجرد الذهاب ولمجرد التنزه يعني سيكون هذا كلام غير مكتمل أو موضوع غير مكتمل. ولذلك التركيز على المعلومة وعلى الشرح عن المواقع التاريخية المنتشرة والكثيرة والعديدة في فلسطين هي مسؤولية وأمانة يجب على معلمينا الكرام أن يتنبهوا إليها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لما لذلك من أثر في زيادة الوعي التاريخي ونشوء ثقافة وطنية حقيقية على أرض الواقع من خلال زيارة هذه المواقع والتعرف عليها. هاي الورشة تضم 4 محافظات: نابلس، جنين، قباط، وطوباس، والكرم، حوالي 65 معلم ومعلمة. الهدف هو تعريفهم على المواقع السياحية وأهميتها والتعرف على المشاكل في المناطق السياحية. واللي بيقوموا على الدورة هي وزارة التربية والتعليم ممثلة بمديرها بمدير النشاط الرياضي والرحلات جمال فرهود والمدراء من وزارة السياحة. والهدف هو تعريف المعلمين على جميع المواقع وعلى جميع المشاكل في الرحلات المدرسية.